في عالم الإنترنت المليء بالعجائب والغرائب، هناك الكثير من المواقع الغريبة والعجيبة في الإنترنت العادي، والوصف الأدق لمن أنشأها أنه شخص فارغ وقد يكون مريض نفسي أيضاً. وأحببت أن أعرض أكثر 10 مواقع غرابة في عالم الإنترنت، فتابعونا. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. 1- موقع نو. تأتي للبعض ضغوطات نفسية في حياته من عمل ودراسة وعائلة، وفنهاية الأيام المضغوطة نفسياً للبعض هالوسادة. لا ليس للنوم كما تتوقعون، بل للصراخ فيها حتى تخرج الطاقة السلبية. أنا شخصياً أفعل ذلك أحياناً. مبرمج الموقع ذكي. أحس بمعاناة الوسادة في الصراخ المكتوم التي تواجهه من البعض. فما الحل؟ الحل هو إنشاء موقع تدخل عليه ويفضل وضع السماعات بأذنك لتسمع صراخ بكلمة نو لتقلل من ضغطك النفسي بسهولة تامة. 2- موقع Another Day Another World. هذا الموقع متخصص في تغيير الروتين اليومي كل يوم بشكل مختلف. عزيزة، عندما تزور الموقع الرهيب ستجد كلمة عندما تضغط عليها يتم نطقها، وما زال هناك مفاجأة لك حيث أنه يوميا تتغير تلك الكلمة. 3- موقع I am very very sorry. مع دموع تتساقط بغزارة، نعم هذا كل ما بالأمر. مع ذلك الموقع يثير الفضول حول ما فعله صاحبه حتى يبدي حزنه بتلك الطريقة الإلكترونية. أظن حبيبته هاجرته وأراد الاعتذار لها. 4- موقع Something. كالسابق تماماً، تدخل وتجد خلفية بيضاء لكن مكتوب عليها Something، وماذا بعد؟ لا شيء غير كلمة Something، وليس عندي أي فكرة تجاه سبب إنشاء موقع كهذا. 5- موقع Human Leather. هذا موقع فريد من نوعه. إنها فكرة غير اعتيادية لجميع من يحب الملابس الجلدية. هذا الموقع لبيع الملابس والأحذية والجلدية، وأين الغريب؟ الغريب أنها تكون مصنوعة من جلد بشري. للأسف إنها الحقيقة. فعزيزي، لو تنوي تخليد نفسك كحذاء بعد موتك، عليك فقط إمضاء عقد مع هذا الموقع الجميل. أظن هذا ما يطلقون عليه تناسخ الأرواح بعد الموت. 6- موقع Is That Tuesday. واضح جدا من الاسم، عليك الدخول للموقع يوميا إلى أن يأتي يوم حظك ويكون هو يوم الثلاثاء. فإن كان اليوم هو الثلاثاء سيتم الإجابة على السؤال ب نعم، وهذه غرائب الطبيعة. إن كان اليوم هو الثلاثاء فعلا، ما الجديد؟ لا شيء، فقط إنهم يعلمونك إن كان اليوم هو الثلاثاء أم لا. جزاهم الله كل خير. هل تتخيلون الحياة بدون موقع كهذا؟ 7- موقع White Power Milk. موقع مقزز بطريقة غير طبيعية. هذا الموقع متخصص في بيع الحليب. ليس أي حليب، بل حليب فريد من نوعه تماما، حيث قامت فتاة بوضعه في فمها وإرجاعه مرة أخرى بعد مرور بعض الوقت. وأيضا أسعار هذا الحليب عالية جدا،
ربما تكون تلك الفتاة هي ليدي غاغا مثلاً، فأنا لم أفتح هذا الموقع، ولكن الفضول يقتلني لمعرفة تلك الفتاة بميكروبات فمها. 8. موقع Last Mills Project، فكرة خرافية لا تنبع من عقل كائن بشري. تدل تلك الفكرة على وجود كائنات فضائية تعيش بيننا. هذا الموقع يذكر لك أسماء لبعض الأشخاص الذين تم إعدامهم مع اسم للوجبة الأخيرة التي تناولوها قبل الإعدام. 9. موقع Watching Grass Grow، هذا الموقع لمحبي الطبيعة، موقع يساعدك على مراقبة نمو العشب. لا تخجل من الأمر أبداً، حيث أنه في عام 2005 زار الموقع مليون شخص. أنت لست الوحيد، وهناك موسيقى أيضاً لترتاح عند سماعها وأنت تراقب نمو العشب. 10. موقع السلاب، للتعبير عن الشعور بالذنب، هذا الموقع به صورة لرجل يقف وخلفه خلفية خضراء، ويصفع نفسه مرارا وتكرارا بثعبان، وهو يتألم إلي النهاية الغير موجودة. هذه كانت قائمة من أكثر المواقع الغريبة من وجهة نظري. برأيكم ما هو أكثر موقع غريب بينهم؟